الفنانة المغربية زينة الداودية، أكبر كرش خديته في مسيرتي الفنية كان 300 مليون. إليكم التفاصيل. كشفت الفنانة المغربية زينة الداودية عن أغلى أجر تقدته خلال مسيرتها الفنية، وذلك أثناء حلولها ضيفة ببرنامج رشيد شو الذي يعرض على قناة الثانية دوزين. وقالت الفنانة الشعبية زينة الداودية عن الأجر العالي الذي تقادته والذي يقدر بالملايين وسط صدمة عدد من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي. ووضحت زينة الداودية للمناشط التلفازي الإعلامي رشيد العلالي أن أغلى أجر تقادته منذ بدايتها الفنية هو 300 مليون، للإشارة أن الفنانة المغربية زينة الداودية حلت يوم الجمعة ضيفة ببرنامج رشيد شو مع الإعلامي المغربي رشيد العلالي عبر قناة الثانية دوزين.